دكتور بس عنده القسم، واحنا المفروض ان احنا مع بعض يوم الثلاث نقعد ساعتين. المفروض ان احنا المحاضره بتاعتنا من 10 ل 12، فربنا يسهل ونتفضلوا، وهحاول ابقى سريعه على قد ما اقدر ونركز على البوينتس المهمه. وبرضه في الاخر هنحل مع بعض شويه اكسرسايز كده عشان نعرف احنا استوعبنا قد ايه. تمام؟ وزي ما اتفقنا كده حضور محاضره الفورا نص المذاكره، نبقى عارفين براسنا من اللي هنروح البيت وكام الرسورس اللي هتقروا منه، هنبقى عارفين ايه المطلوب مننا في وسط الداتا المكتوبه في البوك او وكام انتوا المكان اللي هتذاكروا منه. فدلوقتي احنا هنقسم البروتوزوا بتاع نص السنه الثاني على حسب تاثيرها على جسم العيان. يعني لما البروتوزوا دي تخش جسم العيان بتعمل دي مجموعة من البروتوزوا هندرسها بنسميها باثوجينيك بروتوزوا. يعني ايه؟ يعني البروتوزوا دي أول ما بتعدي بيها العيان شوف هيعمل له ديزيز. أي إنسان طبيعي بياكل كويس، جهاز المناعة بتاعه كويس، لما هيتصاب بالبروتوزوا دي شوف هيبقى ديزيز بيرسون ويروح للدكتور سيكينج ميديكال أدفايس. دي مجموعة من البروتوزوا هنسميها باثوجينيك بروتوزوا. في مجموعة تانية من البروتوزوا بنقول عليها كومنسل. يعني ايه؟ يعني لما بنتعدي بيها بتبقى سعيدة جدا وهي عايشة باسمنا، انما ما بتأذيناش. ودي هنفوتها، مش هنتكلم عنها، لان هي دي مشكلتها ايه؟ مشكلتها انها ممكن تلخبط الدكتور اللي هيتخصص في التحاليل، لانه بيبقى قاعد في المعمل بتاعه بيفحص اي ستول يورين بلاد او كده من دم جسم العيان، وشاف البروتوزوا دي ممكن يتلخبط لو هو مش واخد باله كويس قوي، يتلخبط ويفتكرها واحده من الباثوجينيك بروتوزوا، وبالتالي المريض هياخد دواء هو مش محتاجه. يبقى احنا بالنسبه لابد سنه ثالثه نعرف ان في مجموعه من البروتوزوا بتعيش في جسمنا ما تقدرش تعيش بره جسمنا، انما ما بتاذيناش، ونقول عليها كومنسال بروتوزوا. وذاتس ات. ممكن ده بالنسبه للنظري. بالنسبه للعملي اللي في محاضره السكاشن اللي هم حد واثنين شافوا بروتوزوا اسمها انتاميبا كولارا، مش كده؟ هدي كومنسل جاست ده انا اعرف شكلها في العملي. وزي ما قلت لكم دي هتبقى مشكله لمين؟ لدكتور التحاليل. ما يبصش عليها وبالخطا يكتب عليها السبيشيز الثانيه من انتاميبا اللي هي الباثوجين. فول ستوب على الكومنسل. في مجموعه ثالثه من البروتوزوا بنقول عليها اوبورتونيستك. اوبورتونيستك يعني البروتوزوا دي اساسا ضعيفه جدا، ولو اي حد فينا اتعدل تاثيرها في جسمنا على حسب احنا صحتنا شكلها ايه، جهاز المناعه بتاعنا شكله ايه. فالمجموعه دي من البروتوزوا لو دخلت جسم انسان طبيعي زينا كده كلنا تاثيرها بيبقى بسيط جدا، وممكن الانسان يتحسن والسيمتومز تختفي قبل ما يفكر يروح للدكتور. ليه؟ لان هي ويك والاميون سيستم بتاعنا كومبتنت فبيتغلب عليه. بس هي سميناها اوبورتونيستك، ترجمت كلمه اوبورتونيستك بالعربي يعني انتهازيه. يعني لو دخل الجسم عيان مناعته ضعيفه بتبقى شرسه جدا، وممكن تنتهي لو ما تعرفش بسرعه تموت العيان. فدايما الناس اللي بيشتغلوا مثلا في مستشفى السرطان، معهد الاورام، مراكز غسيل الكلى، ويتصابوا بالاوبورتونيستك بتبقى مشكله جامده جدا، ممكن يموت منهم قبل ما يموت من الكانسر. فعشان كده بنقول عليهم اوبورتونيستك. يبقى دي المفروض ان احنا نعرفها كويس قوي مين هم الاوبورتونيستك بروتوزوا. ثالث مجموعه بقى من البروتوزوا دي بتبقى عايشه فري ليفنج في النيتشر، في الطبيعه، مالهاش دعوه بينا خالص. موجوده في الارض، في الميه، في النباتات، مالهاش دعوه بينا خالص. اكتشفوا الدكاتره ان في نوعين منهم لو دخلوا جسم الانسان في سكه محدده هيعملوا ديزيز. العيان ده يبقى ولازم يروح للدكتور ولازم ياخد علاج. فدول سميناهم ايه؟ بوتنشالي باثوجينيك. حطينا زودنا قبل فري ليفنج اميبا ان هما بوتنشالي باثوجينيك فري ليفنج اميبا. تمام؟ ولازم نتعدي بيهم ثرو سيرتن روت. يبقى دي كده تقسيمة البروتوزوا على حسب ايه تأثيرهم على جسم الإنسان اللي هيتعدي بيه. باثوجينيك شور هيبقى ديزيز. كومنسل ما بتعملناش اي مشكله، وقلنا هتبقى اللي يعرفها الدكتور اللي هيتخصص التحاليل. الاوبورتيونستك مهمه جدا جدا. البوتنشالي باثوجينيك مهمه
بس لو دخلت from certain root. يبقى دي اول classification للبروتوزوا. يبقى اي بروتوزوا هندرسها لازم نعرف هي انهي واحده من دول علشان نبروسيد مع البيشنت بتاعها. هرجع اقسم لكم البروتوزوا اللي هناخدها تاني على حسب المكان اللي هتعيش فيه الجسم العيان، بنسميه ايه؟ هابيتات. اوكي؟ هنقسم البروتوزوا اللي بتعيش في او حسب المكان اللي بتعيش فيه مجموعه اسمها انتستاينال بروتوزوا. يعني البروتوزوا دي لما هتخش جسمنا هتستقر في الانتستا. وفي مجموعه ثانيه اسمها يورو جينيتال بروتوزوا بتعيش في الجينيتال سيستم واليورينري سيستم اوف الميل اند فيميل، اسمها يورو جينيتال بروتوزوا. في مجموعه ثالثه من البروتوزوا بنقول عليها بلاد بروتوزوا، بتخش جوه الجسم العيان وتعيش في الاربسيز وفي البلاد بتاعه. في مجموعه رابعه من البروتوزوا البارازايت بيسوين في البلاد بتاعنا وبياتاك التيشوز، فبنسميهم بلاد اند تيشو بروتوزوا. في مجموعه من البروتوزوا تروح على طول على التيشوز وتستقر فيها وتعمل فيها المشاكل، اسمها تيشو بروتوزوا. وفي بروتوزوا بتاخد كذا سيستم وتعمل له انفكشن ات ذا سيم تايم. يبقى احنا كده دلوقتي قسمنا البروتوزوا على حسب المكان اللي هيقعد فيه البارازايت ويبتدي يعمل مشاكل. برضه نحاول نشوف مع بعض كل واحده من دول مكوناتها ايه، وهنعرف كل واحده من دول مين فيهم الباثوجينيك ومين فيهم الاوبورتيونستيك ومين فيهم البوتنشال باثوجينيك. نمسك البروتوزوا اللي بتعيش في الانتستين. في اثنين بيعيشوا في اللارج انتستين، انتاميبا هيستوليتيكا وبالانتيديان كولار. ونبقى عارفين التو بروتوزوا دول العيان بيجي لنا بشكوى كده اسمها ديز اتنين، المفروض انتوا سمعتوا عنها واحنا هنشرحها كده. خلاص؟ في مجموعه ثانيه من البروتوزوا بتعيش في الانتستن، هم خمسه النيمز بتاعتهم اهم. خلاص؟ كله هنريبيت تاني بس احنا بنحط السكيلتون. الخمسه دول البروتوزوا بتعيش فين تحديدا؟ في اي حته في الانتستن؟ في السمول انتستن. والعيان بيجي لنا يشتكي من ايه؟ من دايريا. خلاص؟ طيب احنا دلوقتي عرفنا او قسمنا المجموعه دي في الانتستين وعرفنا مين في السمول ومين في اللارج وعرفنا المين كلينيكال برزنتيشن بتاع العيان. عاوزين نعرف بقى كفائتهم الايفكت بتاعهم مين باثوجينيك مين كومنسال. احنا طبعا هننسى الكومنسال خالص. اول ثلاثه دول باثوجينيك، يعني اي حد فينا طبيعي لو تعدى بيهم هيبقى ديزيز، هيبقى عيان. الاربعه التانيين دول بنقول عليهم اوبورتيونستيك، يبقى هنخاف منهم قوي لو العيان اللي جاي لنا ده واتعدى بيهم مناعته واقعه ولازم يتعالج بسرعه لان هم انتهازيين ممكن يموتوا البيشنت. يبقى دي مجموعه البروتوزوا اللي بتعيش في الانتستين بنقول عليهم انتستاينال بروتوزوا. نمسك اليوروجينيتال بروتوزوا. اليوروجينيتال بروتوزوا هو وان بروتوزوا اسمها ترايكوموناس فاجينالس. طبيعيا الباثوجينيستي بتاعتها ايه؟ دي باثوجينيك، اي حد هيتصاب بيهم لازم هيبقى عيان، هيبقى ديزيز ويروح للدكتور عشان ياخد طب. نيجي للبلاد بروتوزوا. اولا بلاد المجموعه دي هنقول عليها بلاد بروتوزوا، ايه اللي بيميزها؟ البارازايت بيخش لما يخش جسم العيان بيدخل جوه الريد بلاد سيل بتاع البيشنت ويديفلوب جواها ويفرقعها. خلاص؟ يبقى البلاد بروتوزوا دول ايه؟ البروتوزوا بتاتاك وتديفلوب جوه البيشنتس ار ديزيز وتخلي انراكشن. يبقى العيان ده يجي لنا يشتكي من ايه؟ انيميا، مش كده؟ هيموليتيك انيميا. مين دول بقى؟ نعرف اسمائهم. بلازموديا دي مجموعه من البارازايت اسمها او سبيشيز من البارازايت اسمها بلازموديا اللي بتعمل مرض الملاريا في الانسان. والثانيه اسمها بابيزا. دول برضه الباثوجينيستي ايه؟ البلازموديا دي باثوجينيك، اي حد هيتعدي بالبارازايت ده لازم هيبقى عيان. البابيزيا دي اوبورتيونيستيك، يبقى تاثيرها على حسب كفاءه جهاز المناعه بتاع البيشنت اللي اتعدى بالبابيزيا. نكمل؟ نيجي بقى مجموعه اسمها بلاد اند تيشو بروتوزوا. يعني ايه؟ يعني البارازايت لما بيدخل جوه جسم العيان بيسويم في البلاد ستريم، مش بيهاجم الريد بلاد سيل فبيخش جواها، بيبقى موجود في الدم سويمنج في البلاد ستريم، وبعدين لما يروح التيشوز يعمل لها اتاك فبنسميها بلاد اند تيشو بروتوزوا. هندرس منها ايه؟ تو بروتوزوا، واحده اسمها ليشمانيا والثانيه اسمها تريبانوسوما. طب دول ايه بقى نوعهم ايه في ناحيه الايفكت
الانسان هيتعرض للشماليه او تريبانوسوما لازم هيبقى ديزيز، هيبقى عيان. نكمل. التيشو بروتوزوا ده بارازايت يخش على طول يهاجم التيشوز بتاعت العيان. عندنا ثلاثه، نيكلاريا واكانسليبا وتوكسوبلازما. النيكلاريا والاكانسليبا دول ايه؟ اللي هم فري ليفنج، وممكن لو دخلوا جسمنا من مكان معين يعملوا لنا ديزيز، فبنقول عليهم بوتنشالي باثوجينيك فري ليفنج امين. التوكسوبلازما دي ايه؟ دي الاوبورتونيستيك، يعني ما بتعملش ديزيز غير في العيانين اللي مناعتهم ضعيفه. اخر بقى بروتوزوا اللي هي بقى ايه؟ بتاخد كذا سيستم اسمها مايكروسبوريديا. طيب دي باثوجينيك ولا اوبورتونيستيك ولا فري ليفنج؟ دي اوبورتونيستيك. خلاص؟ يبقى احنا كده عرفنا انواع البروتوزوا، تاثيرها على جسم العيان ايه، والمكان اللي بتعيش فيه جسم العيان. طيب لما نيجي بعد كده عاوزين بقى نذاكر كل واحد من دول، هنمشي على السيستم اللي احنا المفروض متعودين عليه. لازم نعرف البروتوزوا دي موجوده في ايجيبت ولا بلدنا ولا لا، وبعدين نعرف بعد كده ايه الانفكتيف ستيج، ايه اللي بيخش جسمنا عشان يبقى ديزيز، وطريقه دخوله لجسمنا اللي هي الانفكتيف ستيج والمود اوف انفكشن. طب البارازايت ده لما او البروتوزوا دي لما بتخش في جسمنا، ايه المشاكل اللي بتعملها في جسمنا والاضرار؟ دي اسمها الباثوجينيسيس. لما افهم ايه الحاجات اللي بتعملها في جسمنا اقدر استنتج الكلينيكال بيكتشر او الكلينيكال برزنتيشن، العيان جاي بيشتكي من ايه؟ دايما احنا اتفقنا ان في العياده بتاع الدكتور او المستشفى بعد كل الحاجات دي بيوصل لاحتمالات، والممكن سبب المشكله دي اورجانيزم بارازايت او غير بارازايت، 1، 2، 3، 4، علشان يوصل للديفينيتيف دايجنوزيس تحديد محدد، تشخيص محدد يبتدي يدي تريتمنت، محتاج اللي هي الميثودز او دايجنوزيس. وقلنا الميثودز او دايجنوزيس يبقى تحاليل بيطلبها من معمل، يا سونار يا اكس راي يا اي داتا ثانيه بتساعد في الدايجنوزيس، كل دي اسمها ميثودز اوف دايجنوزيس. خلاص شخص العيان هيديله تريتمنت على الليفل بتاعكم. اتفقنا ان احنا بنعرف الاسم دراج اوف تشويس، اول اسم، ولو الدراج ده بيتكرر بناخد معاه حاجه ثانيه، مش مطلوب مننا في الليفل ده ان احنا نحفظ اي دوزز. خلاص؟ يبقى احنا كده خلاص فهمنا ايه البروتوزوا اللي علينا في نص السنه الثاني، وزي ما اتفقنا نعرف يعيش فين الهابيتات وتاثيره ايه، هو باثوجينيك ولا اوبورتونيستيك ولا فري ليفنج وبقى بوتنشال باثوجينيك. هنبتدي بقى نتكلم اول بروتوزوا اللي بتعيش في الانتستين اسمها الانتاميبا ديسبوليتيكا. الانتاميبا دي عايزين نفهم الاسم، كلمه انتاميبا ديسبوليتيكا، عشان تفكرنا بالمشاكل اللي ممكن تعملها البروتوزوا دي. هي اميبا يعني لها اقدام كاذبه كده زي ما خدنا في البيولوجي، وبتعيش في الانتستين، عشان كده سميناها زودنا انت قبل كلمه اميبا. يبقى دي اميبا بتعيش في الانتستين. هيستو يعني تيشوز، ليتيكا يعني بتدور. يبقى البارازايت ده لما بيخش جوه الانتستين بيفرز مواد او انزيمز بتديزولف التيشو او الميوكوزا بتاعت اللارج انتستين، وهي دي سبب المشاكل او سبب الديزيز بتاع العيان. ونفتكر كويس قوي ان مين اللي بيعمل المشاكل؟ التروفوزويد. التروفوزويد ليه؟ لان هو الدور النشط اللي بيطلع انزيمز وبتعمل مشاكل في جسم العيان. طيب اول حاجه نعرفها، البارازايت ده موجود في بلدنا ولا لا؟ موجود في بلدنا في كل حته، فبنقول عليه كوزموبوليتان. كوزموبوليتان دي ترجمتها present all over the world. طيب عايش في اي حته تحديدا في جسم العيان؟ احنا اتفقنا انها انتستن او لارج انتستن. اكتر حته السيجمويد ريجن والسيكا، وهما دول اكتر مكانين الهابيتات، السيكا والسيجمويد ريكتال ريجن. شوف صوره كده لهم، ادي السيكا، شايفين النقط السوداء اللي بتطلع دي؟ هي ده المكان اللي بيبقى موجود فيه التروفوزويد، سيكا وسيجمويد ريكتال ريجن. تمام؟ الحته دي بيبقى الفلو بتاع الانتستين ضعيف جدا وفي ستاجنيشن، فده بيبقى مفيد قوي للتروفوزويد انها تعيش في المكان ده. موجوده هنا مين اللي بيعمل مشاكل؟ الاكتف فورم بتاع الانتاميبا اللي اسمها تروفوزويد. خلاص؟ بعد ما تعمل المشاكل اللي هنقول عليها دلوقتي، زي اي كائن حي عايز
كوادري نوكليتسيس كوادري يعني اربعه، ودي الانفكتيف ستيج يعني بتخرج مع الدستور بتاع العيان وممكن يتعدي بيها العيان، يعدي بيها نفسه او يعدي بيها اللي حواليه. خلاص يبقى دلوقتي الانتاميبا هيستوليتيكا بيفتكر ان الجزء او الستيج المضره هي التروفوزويد ستيج عشان بتفرز انزيمز بتديزولف التيشوز، عشان كده سميناها هيستوليتيكا. بتعيش فين في جسم العيان؟ في اول حته في اللارج انتستين السيكم والسيجمويد وريكتال ريجن، وهي اللي بتعمل المشاكل التروفوزويد. وبعد فتره شويه من التروفوزويدز يعملوا اكياس، والاكياس دي بتخرج مع الدستور اوف ذا بيشنت عشان يتعد ليها ناس ثانيه. طيب المود اوف انفكشن ازاي الكوادري نوكليت سيست اللي هي انفكتد ستيج بتعمل الانفكشن؟ عشان تعمل انفكشن لازم نبلعها، تبقى انجستد. ازاي؟ اشهر حاجه زي ما اتفقنا الخضروات اللي بتتاكل مش مغسوله كويس ورو، اللي هي اشهر حاجه طبق السلطه. ممكن ايه لو في ميه ملوثه في حتت كتيره زي ما قلنا، ممكن ماسوره الميه تفتح على ماسوره السيوج المجاري، تبقى الميه دي كونتامينيتد، بتبقى فيها الاكياس بتاع التليبة الهيستوريتيكا، ودي اساسا سورس اوف انفكشن. الحاجه الثالثه دبانه واقفه على الاسطول بتاع عيان ديفيكيتد اون ذا جراوند، دي منتشره في المناطق العشوائيه الشعبيه اللي مفيش فيها تواليتات في كل حته، الناس عندهم الهابت ديفيكيت اون ذا جراوند، هتيجي الدبانه تقف على الاسطول تاخد في رجليها السيست كوادري كومبليت سيست تحطها في الاكل او الشرب بتاع حالة شخص سليم. دي الثلاثه ميثودز دول ان انا ببلع فيهم الكوادري كومبليت سيست انفكتيف ستيج. اي واحده من الثلاثه مثلا دول سلطه او ميه ملوثه او دبانه او شخص بيشتغل في رسل، اي حد بيشتغل في مطعم بنقول عليه فود هاندلر ممكن ينقلها لنا في الاكل بتاعنا، دي بنسميها يتيرو انفكشن. عشان تسمعوا الكلمه دي في اضربوها في الكتاب، يتيرو انفكشن يعني انا سليمه اتعديت. ممكن الشخص اللي اوريدي عنده الانفكشن عنده الباد هابت ان هو افتر كامينج اوت اوف ذا تويلت ما بيغسلش ايديه، فبتبقى تحت ضوافره فيه السيس، يجي ياكل يعدي نفسه مره ثانيه، فدي بنقول عليها فيكو اورال روت، وده هو طالما عدى نفسه تبقى اسمها اوتو انفكشن. على فكره المود اوف انفكشن دي بتاعت الانتاميبا هيستوليتيكا بتاعت كل الانتستاينال بروتوزوا اللي احنا قلنا عليه كلهم نفس الطريقه، باخد الانفكتيف ستيج وببلعها سلطه او خضار مش مغسول كويس بس باكله رو يعني ما طبخش والنار قتلت السيست، او ميه كونتامينيتد، او دبانه حطيتها في الاكل بتاعي، او حد بيسيرف الفود اي ريستورانت اي مطاعم ما عليهاش تفتيش صحي، ممكن يبقى الشخص اللي بيسيرف الفود بيقدم الاكل ده ديزيز وبيقلل الانفكشن، ونفس الشخص اللي هو ديزيز لو ما عندوش الجود هايجينيك كونديشنز ممكن يعدي نفسه تاني باي اوتو انفكشن. خلاص؟ عاوزين بقى نفهم السلايد اللي جاي ده هنفهمه بس مش هنحفظه، للفهم المعلومات دي مهمه دي تتحفظ، انما السلايد الجاي هيتكلم عن ايه؟ هيتكلم عن ازاي البارازايت ده، انا المشكله بتبتدي ان انا ابلع الكوادري كليتسيس، ازاي البارازايت بيديفلوب في الانتستين بتاع العيان وازاي يبتدي يعمل له ديزيز. يبقى هنتكلم عن الديفلوبمنت اوف انتاميبا انسايد الهيومن كول. المشكله تبتدي ازاي؟ فور اكزامبل كان طبق السلطه ده نوت بروبرلي موش الخضار بتاعه بيبقى فيه السيست الانتاميبا هيستوليتيكا سيست. دكتور البعد ايه دكاتره؟ الكوادري نوكليت سيست، السيست اللي جواها اربع انواع هي دي القادره على الانفكشن، لان الكوادري نوكليت سيست دي لما بتدخل مع الفود وبتتعرض للجاستريك جوس هيدوب الشال بتاعتها، تبتدي تخرج بقى في اول حته في السمول انتستن وعايزه تروح للهابيتات بتاعها اللي هو اللارج انتستن. يبقى وصلنا دلوقتي ده الهيومن بتاع اللارج انتستن، والسيست عبال ما بتوصله بتكون خرجت من الكيس بتاعها. يبقى طالما خرجت هنغير بقى عشان تبقى سيست هنقول عليها تروفوزويد. التروفوزويد ده فيه اربعه نوكليار لانه خارج من السيست ستيج، كان فيه اربعه نوكليار. كل نوكليس تاخد ابيس اوف سيتوبلازم وتفصل لوحدها. يبقى لو تعدينا او بلعنا 1 كوادري نوكليتسيس اول حاجه هيحصل هيبقى عندنا اربعه تروفوزويز. شايفين التروفوزويز انا رسمها فين؟ لازقه في الميوكوزا بتاع اللارج انتستن عشان هتبتدي تزيد
البيولوجي وعي مانيفيشن. احنا من يهمنا كدكاتره نعرف ان احنا بنتعدي بالكوادرينوكليتسيس، بعد فتره هيبقى الميوكوزا بتاع اللارج انتستين مليانه تروفوزايتس اتاتشد للميوكوزا، وشايفين بتتحرك لانها اكتف فورم وهتاذي الميوكوزا. دي في الحاله دي العيان في الحاله الاكيوت، لو ساب نفسه ما راحش للدكتور على طول وخد تريتمنت يموت البارازايت، هيبتدي البارازايت عنده الفرصه انه ايه يحافظ على النوع بتاعه. بيعمل ايه بالظبط؟ واحد كذا تروفوزويد هسيبه الجلوكوزا بتاع اللارج انتستن، وجوه اليومن بتاع الانتستن هيحاولوا يعملوا سيست زي دي. بيحصل ايه؟ البارازايت بيفقد الاكتيفيتي بتاعته ويكور نفسه كده، ويبقى يعمل حاجه اسمها بري سيست ستيج، يعني مرحله ما قبل السيست، وبعد كده يفرز كيس حواليه. بقى دلوقتي في سيست بس فيها وان نوكليس، يوني نوكليات سيست. النوكليس الواحده دي تتقسم اتنين والاثنين يتقسموا اربعه كده، العيان ده هينزل في الدستور بتاعه كوادري نوكليات سيست. يبقى هو في الحاله دي هيقدر يعدي نفسه لو هو ما عندوش الجود هايجين، وهيعدي غيره لانه بينزل في الدستور بتاعه الكوادري نوكليات سيست. على فكره العيان او الشخص اللي كان طبق سلطه ملوث او ميه مش نظيفه وبلع السيست، اول حاجه بيحصل ايه؟ بيبقى الدستور بتاعه مليان تروفوزويد ستيج، وبعد فتره تبص تلاقي الدستور بتاعه فيه ميكس بين التروفوزويد والديفلوبمنتال ستيجز دي. لما يدخل في المرحله المزمنه العيان ده ممكن الدستور بتاعه يبقى طبيعي خالص ونازل فيها السيست ستيج. تمام؟ يبقى احنا كده فهمنا ايه اللي بيحصل في جسم العيان لما بياكل اكل ملوث بالكوادري نوكليت سيست. نبتدي ندخل بقى على الباثوجينيست، ايه الاضرار اللي بيعملها التروفوزويد دي اللي هي لازقه في الجلوكوزا وعماله تاذيها، بتعمل ايه بالظبط؟ احنا اتفقنا ان التروفوزويد ده اتفضل. لا عادي صوت يس يس، انما الانفكتيف ستيج يس بس. وممكن يا دكتوره كمان البريسيست كل الحاجات دي دايجنوست كلها بتنزل في الدستور بتاع البيشنت، بس الفترات على حسب هو اتعدد امتى، الحاله لسه ريسنت ولا بقى لها فتره. دلوقتي عاوزين نعرف ايه الاضرار اللي بيعملها التروفوزويد بتاع الانتاميبا هيستوريك. اول حاجه عاوزين نعرف ان الباك افكت او الباثوجينيسيس بيعتمد على تفاعل ثلاث عوامل مع بعض. اول حاجه مدى شراسه السلاله بتاعه البارازايت ده او السترين اللي دخلت، بنسميها البارازايت فيريانس. تمام؟ لان دايما كل كائن هيبقى له سترينز، في سترينز بتبقى شرسه جدا وسترينز اهدى شويه. فاول عامل اللي هو البارازايت فيريانس بتاع الانتاميبا. تاني حاجه مدى كفاءه جهاز المناعه بتاع العيان اللي اتعرض. وتالت حاجه الحته اللي هتعيش فيها اللي هي الانتستن، اخبارها ايه؟ في ناس بيبقوا مثلا الانتستن بتاعتهم فيها انجر كتير، بتبقى بياكلوا توابل وحاجات كده، فبتبقى الميوكوزا ريتيتد، فدي سهل ان البارازايت يهاجمها ويدخل ياذيها. تمام؟ يبقى الثلاث عوامل دول مهمين جدا. مثلا في ناس اللي هم بيبقى عندهم تندنسي للكونستيبيشن، فالانتستاينال كونتنس بتقعد فتره كبيره، ده بيدي فرصه ان البارازايت يهاجم الميوكوزا ويأذيها. في ناس اللي بتاكل كربوهيدرات كتيره بيقولوا الكربوهيدرات دي غذاء للبارازايت، بيساعده ان هو يقوى ويبقى الفيرجلانس بتاعته شديده. يبقى التفاعل بين الثلاث عوامل دول، تاني اسمهم بارازايت فيرجلانس والهوست ريزيستنس وحاله الانتستن كونتنس بتاع الانتستن بتاع العيان، النت ريزلت ايه؟ يا اما الهوست ريزيستنس تغلب، في الحاله دي العيان ده بيبقى جوه في اليومن بتاع التروفوزايت وبيعمل سيست، والسيست دي بتخرج وهو مش مشتكي من اي حاجه خالص. فهنعتبره في المرحله دي ان هو البارازايت كده نان باثوجينيك، مرحله مؤقته هو معدي، لان لو البالانس الثلاثه دول حصل فيهم اي ديستربنس في صالح البارازايت هيبتدي البارازايت يهاجم الجلوكوزا بتاع اللارج انتستن ويأذيها. تمام؟ لو البارازايت فيرولانس هو اللي خد الابر هاند، هيبتدي التروفوزويد دي تهاجم الميوكوزا بتاع اللارج انتستن، تهاجمها بتعمل ايه؟ هي بتتحرك بتحك فيها، وبعدين بتطلع انزيمز، الانزيمز دي بتديزولف الميوكوزا بتاع اللارج انتستن بتحفر فيها كده،
وممكن لو في كابيلاريز تقطعها، وفي النهايه بتعمل ألسر شكله ايه؟ فلاس شيب ألسر. كل ده بيعمله التروفوزويد. هنا بقى باثوجينيك عمل ايه؟ افرز هيستوليتيك انزيمز، الانزيمز دي هتعمل نكروزز في الجلوكوزا، وفي الاخر هيتكون فلاسك شيب ألسر. نشوفها بالصوره كده، ادي التروفوزويد اللي قدامنا وادي الجلوكوزا، شايفين النقط الحمراء دي؟ دي الانزيمز بتاعنا. هتبتدي تدوب الجلوكوزا وتحفر فيها، وفي النهايه العيان ده هيبقى اتكون كده فلاسك شيبد ألسر في الميوكوزا بتاع اللارج انتستين. وعلى فكره التروفوزويد بتدخل جوه الايه؟ البيز اوف ذا ألسر، بتبقى موجوده انسايد اوف ذا ألسر. هنا بقى العيان ده لازم هيشتكي، لان الحاجات اللي دوبتها دي بتنزل مع الدستور في صوره ميوكس تنجل وذ بلاد، مخاط معدن في دم. فهيجي العيان للدكتور يقول للدكتور اثناء الايديفيكيشن بحس بين، وبنزل سمول اماونت اوف سوفت ستول، ما بيبقاش وتري قوي، ما بيبقاش دايريه، مجرد سوفت، بس في الم during defecation، وبلاحظ ان الستول بتاعي فيه ميوكس انجل وذ بلاد. على طول الدكتور من الكلام ده يفكر ان المشكله في اللارج انتستين، وان في اورجانيزم او بارازايت بياتاك الميوكوزا بتاع اللارج انتستين. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ بعد ما تكون الالسر، التيشو اللي هو اراوند دي ألسر كنوع من التعويض هيبتدي يحصل له بروليفريشن، وندخل في اللي هيحصل بعد كده. هيحصل بروليفريشن للكونكتيف تيشو اراوند دي ألسر، ويبتدي الوول بتاع اللارج انتستين يبقى ثيك. تاني حاجه اللي عاوزين نعرفها، العيان ما بقاش جوه جسمه تروفوزايت واحد، ده بيبقوا كتير، فبالتالي الالسرز دي هتبقى سيفرال ألسرز، نقول عليها انتنسيف ألسريشن. ادي واحد اهو هيعمل نزل انزيمز عمل ألسر، هيجي تروفوزويد تاني في حته جنبه وينزل الانزيمز، ونتيجتها هيتكون فلاسك شيب ألسر. اللي بعديه فلاسك شيب ألسر. هتلاحظوا كده ان العيان ده الميوكوزا بتاع اللارج انتستين مليانه ألسر شكلهم فلاسك شيب، والميوكوزا ان بتوين بتبقى انتكت. علشان انا بقول دي ليه؟ علشان في انواع من البكتيريا باسيلاي تبع المايكرو بقى ممكن تاتاك الميوكوزا بتاع اللارج انتستين، بس بتبقى الميوكوزا كلها دامجت، مش زي الانتاميبا اريز فيها دامج واريز كلير. طيب احنا اتفقنا قلنا ان البارازايت بعد ما بيعمل الالسر بيدخل جوه الالسر، خلاص هو دخل وستيل ينزل الانزيمز بتاعه. لو بالصدفه العيان ده فيه بلاد فيسل ماشي كده، الانزيمز دي هتعمل فيه ايه؟ هتاكل، تعمل ايروجن وتعمل فتحه في البلاد فيسل، خلاص؟ ويبقى كده التروفوزويد يقدر يسيب الانتستين خالص، يسيب الجاسترونتستينال تراك ويمشي مع البلاد ستريم، ويروح الصوره بقى اللي كنت عاملها في الكتاب دي، يروح لاكسترا انتستينال ريجنز، ممكن يوصل للبرين للليفر لللنج للسكين. ولما التروفوزويس يوصل هناك هيبتدي يعمل ليجنز اللي بنقول عليها الابسس. يبقى ممكن العيان الجزء بتاع الانتستين ده يباس عن نوتس، ويروح اول مره لدكتور النيورولوجي ولا دكتور الميديسن ولا دكتور الجست بيشتكي من مشكله في الاورجنز دي، وهو في الاصل كان معدي بالانتاميبا ستريتيك. تمام؟ يبقى في الصوره التراديشنال مشاكل كلها في الانتستين، والعين عنده ديزنتري، وممكن يجي لما البارازايت يروح يعمل اكسترا انتستاينال انفيجن. تمام؟ نيجي بقى نشوف العيان، هيجي لكم الدكاتره يقول لكم ايه؟ لو العيان اتعدى بالتروفوزويد والتروفوزويد ده الاميونتي بتاعته عاليه بحيث البارازايت مش قادر يعمل حاجه، ففي العيان ده ممكن في الحاله دي ما يشتكيش من حاجه خالص، رغم ان هو انفكتد. لو الشخص ده بيعمل ستول اناليسيس لاي سبب ممكن نلاقي السيست بتاع الاندميبا في الستول، والعيان ده لازم ياخد تريتمنت، لان ممكن في لحظه الفيرولانس ده تقوى ويبتدي يظهر عليه مانيفستيشنز. يبقى دي اللي بتدي ابسط حاجه، العيان اتعدى وبينزل سيست في الستول بتاعته ومديش اي سيمتومز وبعدين اسيمتوماتيك. التشخيص بتاع العيان ده بنقول عليه ايه؟ سيست باسكي. ده خطر جدا
للكوميونتي، لان هو العيان ده رايح جاي مش حاسس انه عيان وعمال ينشر الانفكشن لانه بينزل في الاسطول بتاعته السيستم. طيب افرضوا بقى البارازايت فيريلانس هو الاقوى وابتدى العيان يخش السيمتومز. السيمتومز دي ايه؟ هيجي يقول للدكتور انا عندي ارتفاع في درجه الحراره، انا عندي وجع في بطني، انا عندي ديزنتري. قلنا ديزنتري يعني ايه؟ يعني بيقول بلاحظ يا دكتور ان الاسطول بتاعي فيه ميوكس تنجد وذ بلاد، بخار معلق بدم. ممكن يقول له عندي تنسمس. يعني ايه تنسمس؟ يعني البيشنت برغم ان الاسطول بتاعه نازل سوفت خالص ما عندوش كونستيبيشن انما بيسترين. بيسترين ليه؟ لان الميوكوزا بتاعت اللارج انتستن متشنجه من الالسرز اللي فيها، فالبريستالتيك موفمنت مش طبيعيه. ده اللي اسمه تنسمس. يبقى تاني تنسمس means the patient complains of straining بيحزق during defecation برغم ان الاسطول بتاعه نازل سوفت خالص. كمان من كتر الدمج اللي بيحصل في الميوكوزا بتاعت اللارج انتستن ممكن يوصل للريكتم يبقى عنده بين عند الانر سفينتر يورين ديفيكيشن. يبقى ده كل ده معناه ان العيان في الحاله الحاده التشخيص في الحاله دي بنقول عنده ايه؟ عنده اكيوت انتستاينال اميبايسس. راح للدكتور بالشكوى دي خد التريتمنت وخلص انتهت المشكله بتاعته. لو اتاخر شويه هيحصل ايه؟ احنا اتفقنا قلنا في بالانس البارازايت فيريلانس والهوست ريزيستنس وحاله الانتستين بتاعته. لو ما راحش الدكتور في الحاله الاكيوت وخد العلاج ممكن الريزيستنس تبتدي تقاوم البارازايت والعيان يدخل في المرحله الكرونيك. دي شكوته ايه؟ هيروح يقول لك يا دكتور انا ساعات ببقى كويس جدا ممكن عندي كونستيبيشن كمان اقعد يوم او اتنين ما ادخلش التواليت وفجاه يجي لي اتاك اوف ديزنتري بلاحظ ان انا في بين ديورنج ديفيكيشن ستول نازل سوفت خالص في ميوكس تنجر بلاد. الاعراض دي تجيلي وتختفي شويه وترجع تجيلي تاني وتختفي شويه والاحظ اني بخس وان انا خسيت كده ممكن بقى وصلت بقيت كشكتك يعني جلد على عظم. ليه؟ لان البارازايت عمال يصارع مع الاميون سيستم شويه يغلب شويه الاميون سيستم يغلب. العيان في الستيج دي يبقى الدايجنوسيس بتاعه كرونيك انتستاينال انيبايزيس، عنده كرونيك انتستاينال انيبايزيس. افرضوا العيان ده حظه وحش والتروفوزايت اللي دخلت جوه الالسر ايرودد بلاد فيسلز والبارازايت نجح ان هو يدخل على البلاد ستريم. يبقى العيان ده ممكن يروح فور ذا فيرست تايم للدكتور مشكله في الكبد عنده اميبيك هيباتيتس انفلاميشن في الليفر سببه الانتاميبا، ممكن يبقى عنده ابسس في الليفر سببه الانتاميبا، ممكن الابسس ده في اللنج في البرين ممكن يفتح على السكين اني وير. ليه؟ لان التروفوزويد نجح انه يمشي مع البلاد ستريم ويوصل لاي فسره ويعمل فيها الليجن بتاعته. تمام؟ الدايجنوزز هنا بنقول العيان ده عنده اكسترا انتستاينال اميبايس، الانتاميبا سابت الايه الانتستين او الجاسترو انتستاينال تراك. يبقى احنا تاني نحفظ مع بعض، ممكن العيان ما يشتكيش رغم انه انفكتد والاسطول بتاعه بينزل فيه سيستم. ممكن يجي لنا في الحاله الحاده يبقى اهم حاجه ديزنتري تنسمس بين عند الانر سنتر او سباس الانر سنتر. ممكن يدخل في المونيتينا في المرحله الكرونيك يقول لكم ساعات ببقى طبيعي خالص وتجيلي اتاكس اوف ديزنتري وتختفي وترجع تاني، او ممكن يجي لنا بقى مشكله في الفيسر. افرضوا العيان دي كلها ديفرنت كلينيكال برزنتيشنز. افرضوا العيان بعد كل ده غلبان ولا اي حاجه وما خدش تريتمنت ممكن يخش في حاجه اسمها كومبليكيشنز. يبقى تاني اللي احنا بنقوله الثلاثة ستيجز دول اكيوت وكرونيك واكسترا انتستاينال دول اسمهم كلينيكال برزنتيشنز. عشان في الامتحان لما يطلب مننا قولوا لنا ايه الكومبليكيشنز بتاعت الانتاميبا ما نقولش ولا واحدة من دول. ما نقولش ده راحت الليفر او اللانج، دي كلينيكال برزنتيشن. تمام؟ بصوا كده الاكسترا انتستاينال انيبايسيس لو وصلت لاي اورجن هنمشي زي الكتاب بتاعكم بيقول انها ما توصل للليفر هتعمل ايه بقى؟ هتعمل اميبيك هيباتيتس. العيان هيجي يشتكي من ايه؟ مكان الليفر في بين في الرايت هايبوكوندريوم، الليوكوسايتس بتبقى عاليه جدا، والدكتور بالكشف لما يضغط على مكان الليفر العيان هيحس ببين، ده سميناه ايه؟ تندرنس. لو البارازايت اتجمع كده وعمل ابسس في الحاله دي برضه العيان هيبقى عنده فيفر، الليوكوسايتس عاليه قوي والليفر بتاعه اللارج وتندر. يبقى ممكن اميبا تعمل ديفيوز انفلاميشن في الليفر بتاع العيان او ممكن تتجمع وتعمل ابسس.
تشوف اللانج هيحصل ايه، هتتجمع وتعمل ابسس في اللانج، وفي الحاله دي العيان هيبقى شكوته كده عنده فيفر ليكوسايتس عاليه، طبعا مش قادر ياخد نفسه لان الحته او اللانج تيشو اراوند دي ابسس بتبقى كونسوليتد فيها باثولوجي. تمام؟ وممكن لو حظه سيء ان الابسس ده او البارازايت يرود بالانزيمز بتاعته ابرانتس، وهي في الحاله دي عين هو بيكف تطلع التروفوزايتس مع السبيوتم بتاعته. العيان ده دلوقتي عنده ايه؟ بالمونري اميبايزس. اميبايزس ده اسم ديزيز. تمام؟ ما تعالجش بعد كل ده هيخش في كومبليكيشنز. ايه الكومبليكيشنز؟ التيشو اللي احنا قلنا حوالين الالسر بيبروليفريت يفضل يزيد في العدد لحد ما يعمل حاجه زي الماس كده بنقول عليها ابي بوما. خلاص؟ يبقى رايح لناس تبان في السونار ان في ماس كده بس سببها ايه؟ انتاميبا مش سببها يعني مش هي اتس نوت ريال تيومر. ممكن الانزيمز تعمل برفوريشن للالسر. شايفين الانزيمز اهي بتروح فاتحه حته الفلاسك شيبت السر. دي برضه كومبليكيشن. ممكن لو عملت ايروجن لبيج بلاد فيسل العيان ده هيخش في هيموريج، ينزل بلاد جامد جدا مع السكر بتاعه. ايه كمان من ضمن الحاجات؟ ممكن بعد الانفلاميشن والمشاكل دي يحصل فايبرس تيشو ديبوزيشن ويضيق الهيومن بتاع اللارج انتستن. دي مشكله او كومبليكيشن ثانيه. اخر بقى كومبليكيشن احنا قلنا الانتاميبا تروفوزايتي بتعيش في اول حته في اللارج انتستن السيكم. السيكم ده جنبه الابندكس مش كده؟ ممكن تروفوزايتس تدخل في الابندكس تعمل فيه انفلاميشن ويبقى العيان ده رايح اول مره للدكتور عنده التهاب في الزايده وسببها الانتاميبا. ادي البارازايت هنا لو بس دخل على الابندكس هيبقى عنده اكيوت ابندكسايتس. يبقى كده العد فيه كام كومبليكيشن؟ 5 كومبليكيشنز. تاني محدش ميكس بين الكومبليكيشنز والاكسترا انتستاينال ليجنز اللي هي واحده من الكلينيكال برزنتيشنز. تمام؟ كده خلصنا الباثوجينيسيس والصور اللي اتكلمنا عليها بعيان. دلوقتي عاوزين ندخل في الدايجنوسيس. عيان عنده البارازايت في الانتستن بتاعته هيعمل ايه؟ قلنا تشخيص العيان بيبتدي فين يا دكاتره؟ في عياده الدكتور. هيجي المريض للدكتور يقول له يا دكتور بدخل التواليت كتير بحس بين يورينيفيكيشن، بلاحظ ان الستور نازل كميه قليله بس في ميوكس بتنجن ويز بلاد. تمام؟ نعم؟ السايد بتاع التروفوزويد؟ مش حجمه لو رجعتي بسلايد 25 مايكرونز حاجه فيري سمول. عشان كده لو حضر السكاشن شافوا الكورتيزوا دي دايما الكورتيزوا بنشوفها بايه؟ معادله مخصوصه اسمها الاوي اميرشن لانس بتكبر البارازايت 1000 مره عشان نقدر نشوفها. التروفوزويد بتاع الانتاميبا هيستوريتيكا 25 مايكرونز والسيست اصغر شويه في الافريج 15 مايكرونز. تمام؟ يبقى الدكتور في العياده شاف ان العيان اللي قدامه ده عنده ديزنتري اميبيك ديزنتري وبيعمل ايه؟ ما يديش علاج على طول لازم ياخد تاكيد من الناب. المعمل عنده ايه؟ المعمل ممكن يشوف البارازايت اتسلف في الستول اوف ذا بيشنت ده اسمه دايركت اكزامينشن اوف ستول. ياخد عين ستول من العيان ويدور على البارازايت تروفوزويد او سيست. خلاص؟ مين اللي كان سالتني؟ يبقى تروفوزويد وسيست دول دايجنوستيك ستيجز. تمام؟ وممكن لو العيان جاي بقى في مرحله البارازايت وصل الليفر لللنج ممكن يكون الانتستن بقى كلير خالص. يبقى هنشخصه ازاي؟ ناخد عين بلاد وندور في السيرم بتاعه على الانتيجين او الانتي بوديز. يبقى ده اسمه اندايركت دايجنوسيس. تمام؟ يبقى تاني العيان على حسب هو جاي في اي ستيج. لو جاي بيشتكي من مشاكل في الديفيكيشن وعنده بيوكس انجن ويز بلاد وبين ديورنج ديفيكيشن يبقى ممكن الدكتور ياخد على عينه ستول ويدور فيها على البارازايت. ممكن في المرحله المزمنه يشوف في الستول انتيجين بنسميه كوبرو انتيجين او يشوف في السيره الانتي بوديز اللي كونها جهاز المناعه ضد البارازايت. خلاص؟ يبقى دي كلها وسائل موجوده في اللاب تساعد المعمل بس. في وسائل ثانيه تساعد في الدايجنوزز عند دكاتره الاشعه وفي وسائل ثانيه عند دكاتره المناظير. خلاص؟ يبقى دي اللابوراتوري ميثودز والريبيولوجيكال اكزامينيشن والسيت بوينت اوسكوبي. نمسك في اللاب.
الدكتور الشاطر عارف ان زي ما الاميبا بتعمل ديزنتري في انواع من البكتيريا بتعمل ديزنتري، ودي دي هياخد علاج الاميبا ودي هياخد علاج البكتيريا، يبقى لازم يفرق. يفرق ازاي؟ هيعمل كومباريزون يشوف الحاله اللي قدامه، السامبل اللي قدامه دي سببها الاميبا ولا سببها الباسيلاي. اول حاجه هيلاحظها لما يبص للستول سامبل اللي جايبها العيان، هيلاقيها بالكي يعني في كميه ستول كبيره، البي اتش بتاع الستول ده اسيدك، والسوائل اللي مع عينه الستول قليله جدا. وبعد كده هيشوف ايه كمان وهو بيفحص تحت الميكروسكوب، ممكن يلاقي باس سيلز وممكن يلاقي بلاد، خلاص لان قلنا بنقطع الكابيلاريز، وكمان ممكن يلاقي حاجه اسمها تشارتوت ليدنج كريستالز. احنا سمعنا عنها كابيلاري، برافو عليكم. ايه تشارتوت ليدنج كريستالز؟ دي الايزينوفيلز اللي ما كانت موجوده في الميكوزا بتاع اللارج انتستن، وهي بتفايت البروتوزوا اتكسرت، والماده اللي جواها عملت ايه؟ دي كولايد الماتيريال، عملت الكريستالز دي. دي على طول دخلت الدكتور اول ما يشوف التشارتوت ليدنج كريستالز مخه يتجه ناحيه الاميبا. وطبعا لما بيفحص العينه كويس ممكن يشوف الترافوزايت ستيج. طيب لو هي باسيلر ديزنتري ايه الاختلاف؟ هنكمبير الستول كان بالكي هيبقى كميته قليله، البي اتش اللي كانت اسيدت لا الكالاين، وعلى فكره نورمال الستول بتاع اي حد طبيعي بيبقى الكالاين، يبقى لما الاقي البي اتش اتغيرت وبقت اسيدت يفكر في الامينه، تمام؟ والاكسودين او السوائل كتيره جدا، الباس سيلز شايفين بيبقى اكتر في حالة، لأن دايما الباستيلز مهمتها أو الليكوسايز مهمتها تقاوم البكتيريا، فدي عددها كميتها أكبر من الأمير الديزنتري. طبعا بقى لا هنلاقي تشارت كلينيك كريستالز ولا هنلاقي التأميبة تروفوزوميتري. يبقى ده كده كومباريزون سريع في المعمل، الدكتور يفرق بين الحالة اللي قدامه دي أميبك ولا باسيلاري ديزنتري. برضه عشان نمشي مع الكتاب هتلاحظوا التايتلز اللي احفظها انا، بس عشان ما نحفظش حاجه واحنا مش فاهمينها. الدكتور هيعمل ايه بالظبط؟ العيان جاي له في الحاله الاكيوت يعني الاستول ده دايريك، يبقى هشوف تروفوزايتس، تمام؟ بيعمل ايه؟ بيجيب قطار بيستوربيكال، ياخد دروب من الاستول ويحطها على سلايد، ده اسمه ويت بريباريشن، عشان في الكتاب مكتوب كلمه ويت بريباريشن فول ستوب، نبقى فاهمين ايه الويت بريباريشن. باخد دروب من الاستول احطها على سلايد وادور على التروفوزايت. بعرفه ازاي؟ بالشكل والاميبا، وبيبقى ساعات التروفوزايت ده لانه مؤذي بيبقى واكل ار بي سيز بتاعت العيان وبيتحرك. اتحرك شكلها ايه؟ بتزحف كده، اسمها كرالي. خلاص؟ يبقى المنظر ده هيشوف الدكتور في المعمل وهو بيفحص العيان. لو حبينا مثلا نشوف بقى صوره واقعيه كده، هو ده. شايفين الحته اللي بتطلع دي؟ دي السودو بروتيا القدم الكاذبه. يبقى الدكتور في المعمل لو هو نشيط خد العينه من العيان immediately وحاول يبص عليها، هيلاقي التروفوزايت بيتحرك. شايفين اهي؟ شايفين دي النوكليس بتاعتها ودي الفاكيولز بتاعتها اللي جواها اهي. نعم؟ اكبر. هو ده. شايفين دي؟ دي على فكره اميبا بتستدعي تموت، فقدت الحركه بتاعتها، انما دي ستيل ليفنج. وادي السودو بوديا. وشايفين الواضحه دي؟ دي النوكليوس. وكل دي الباكيولز اللي فيها الحرب والاخرام وكل الحاجات بتاع الرسم. تمام؟ اهي. دي علشان الدكتور يشوفها. خلاص الدكاتره شفتوها؟ علشان يشوف الستيج دي لازم ياخد العينه فريش من العيان يفحصها immediately تحت الميكروسكوب. ده عاده ما بيحصلش في المعامل، ليه؟ لان بيبقى عليه ضغط شغل كتير وبتاع، بيفحص العينه بعد فتره، فبيكون معظم الكروموزايتس خلاص دات وفقدوا الحركه بتاعتها. هيشخص ازاي؟ ان هو لما ياخد عينه الدستور يحط عليها نقطه صبغه. خلاص الصبغه دي عباره عن ايودين بيحطها، في الحاله دي هيشوف التروفوزايت مش بيتحرك انما ستين كلر اهو، ويقدر يشوفه بمنتهى الوضوح. ستيل مش عارف هيحصل ايه زي ما انتم شفتوا في السكشن العملي. هناخد عينه ستوني نفرد فيلم
والتروفوزويت هنسبهم بيرمننت ستين. يقعد بقى الدفعات اللي قبليك وانتوا والدفعات اللي بعديك كله اتفرج على البارازايت. وفي الحاله دي لازم اكبره بتكبير عالي قوي، اكبره بالايه واشوفه بالاي انفرشن لانس، اقدر اشوف الديتيلز بقى اللي بيقولها له سنترال نوكليس والسنترال كاريزوم والنوكليس بريفرال كروماتين، الديتيلز اللي بتتقال لكم في العمل. خلاص؟ يبقى الدكتور في المعمل يا اما يفحص العينه لو هي دايركت نقطه ويفحصها وهي بريباريشن او يحط عليها متثبت ايودين او البيرمننت ستين. شايفين التروفوزايت البيرمننت ستين كبير ازاي؟ يقدر يشوف الديتيلز بتاعه النوكليس زي ما قلت لكم، بيشوف الكاريسوم في النص بالظبط والبريفرال كروماتين الدايره دي حوالين النوكليس. خلاص؟ ده كده الحاله حد اكيوت. طب العيان افرضوا جالكم في المرحله اللي هو بيجي له عرق سندريا وتختفي شويه وترجع تاني، يبقى دخل في المرحله الكرونيك. هيشوف ايه؟ هيشوف سيست او الستيجز بتاعت السيست قبل ما تبقى اربعه نقيه، فور كوادريت نوكليت سيست. بيعمل ايه؟ الستول فورم يجي براد ياخد كيس من الستول بتاع العيان ويحاول يحوله لمحلول، يروح حاطه كده سوليوشن كده ويميكس كده الستول بتاعته كيس اوف ستول بقى سوليوشن، وروح حاططها في السنترفيوج ولما يطلع هيلاقي فيه سد من تحت كده. هو عمل ايه؟ عمل كونسنتريشن بيس اوف ستول كبيره، ركز البارازايت وجمعه في البطن في البطن بتاع سنترفيوج تيوب. البطن دي بقى هو هياخد نقطه يحط عليها صبغه ويفحص تحت الميكروسكوب. لو هيفحص عنده ايودين، الايودين ده السلايد بعد شويه هينشر في تريننج، فبيشوفه صغير كده. لو عاوز يحتفظ بيه على طول زي احنا كده في التدريس بنصبغه بالبيرمننت ستين. بالبيرمننت ستين ده اقدر افحص بالعدسه الاويل واشوف الحاجه كبيره قوي واقدر اشوف الديتيلز بتاعتي. تمام؟ يبقى عرفنا الدكتور في المعمل بيتعامل ازاي مع العينه دايركت مع العينه الفروم، وفي الحالتين هو بيشوف البارازايت سواء تروفوزويت او سيست. لو فشلت الحكايه دي، ودي بتفشل في معظم البروتوزوالين، لان هتعرفوا ان كل البروتوزوا اللي بتعيش في الانتستين خروجها مع الستول انترميتنت، يعني مش كل عينه بتنزل فيها البارازايت. وعشان كده دايما في المعامل يطلبوا لما الدكتور يشك في بارازايت معين يطلب examination of three successive stool samples، افحص ثلاث عينات متتاليه ما ظهرتش في العينه الاولانيه تظهر في العينه الثانيه. تمام؟ لو احنا مستعجلين بقى في الدايجنوزز ممكن الدكتور يلجا للاندايركت ميثودز. بيعمل ايه؟ يقول انا مش هشوف البارازايت، لا عايز اشوف التروفوزايت ولا السيست. انا عايز افحص العيان ده او الستول او البلاد بتاعه وادور على الانتيجين او الانتي بودي. بيستعمل ايه بقى في الحكايه دي؟ بيستعمل الاليزا، التكنيك اللي اسمه اليزا، المفروض عرفتوه في المايكرو مش كده؟ ما يا اما الاليزا بليد ده بيجي كوتد هو جاهز بالانتيجين بتاع الانتاميبا وانا احط السيرم بتاع العيان واشوف لو حصل رياكشن يبقى عنده اجسام مضاده للانتاميبا يبقى ده عيان انتاميبا. دي طبعا بتنفع فين؟ في لما بتخرج بره الانتستين اميبيك ابسس او لانك ابسس. تمام؟ يبقى هو هنا عمل ايه؟ كل اللي حطه حط السيرم بتاع العيان والبليد جاي له جاهز كوتد بالانتيجين بتاعه. الحاله الثانيه بقى اللي هو الستول، الانتيجين نازل في الستول بتاع الانتاميبا فبنسميه كوبرو انتيجين. بنجيب برضه الاليزا بليد بس في المره دي هو بيبقى كودد بمونوكلونال انتي بودي، وانا لما بحط الستول بتاع العيان هنا فيه الانتيجين اهو، فحصل تشينج ان كلر يبقى معناها ان الستول ده كان فيه الانتيجين. مطلوب منكم ايه؟ تعرفوا ان الانتايركت ميثودز بتنفعنا في الكرونيك ستيجز، ويا اما بدور على الانتي بودي في السيرم بتاع العيان يا اما بدور على الانتيجين في الستول بتاع العيان. الانتيجين في الستول بنسميه ايه؟ كوبرو انتيجين. خلاص؟ التفاصيل دي عشان بس تريمبر. الوسيله بقى اللي مكلفه اكتر بس برضه مؤكده، ادور في الستول بتاع العيان على الدي ان ايه بتاع البارازايت بتكنيك اسمه البي سي ار. كده خلصنا الميثودز، سواء دايركت هشوف البارازايت او هستدل على الانتيجين والانتي بودي في المعمل. دكتور الاشعه ممكن يعمل ايه؟ ممكن يدي العيان حقنه شرجيه ثروتي ايمس بماده اسمها بانيوم. الماده دي معتمه بحيث لما ياخد الاكس راي هيلاقي حتت فيها جاب كده بيشاور عليها الارز، دي مكان الارز فلاسك شيك ارز.
يبقى دي اداره دكتور الاشعه شخص انتستاينال انيمايزز بالطريقه دي. طيب دكتور المناظير بيعمل ايه؟ ادي الجهاز بتاعه خلاص؟ دي في لامب هنا. اللامب هنا هيدخل التيوب دي ثرو ذا انس، اوريكم شكلها دلوقتي. اهي دخل ثرو ذا انس اسمه سيجمويدوسكوب اهي، وهنا ادي اللامب دي اللي هي كده فيها اللايت. وثرو الاندوسكوب ممكن يشوف الالسر، ممكن يدخل حاجه صغيره يعمل سكرابنج للالسر، ممكن ياخد بايوبسي من الالسر، وفي الحاله دي لما ياخد السامبل دي ممكن يوديها الباثولوجي ويقول له احنا شايفين الاميبا تروفوزايتس. تمام؟ دي الوسائل بتاعه الدايجنوستس. طب افرض العيان فور ذا فيرست تايم جاي له حاجه في الليفر او اللنج بره الانتستين، يشخص ازاي اكسترا انتستاينال اميبايزز؟ اهي يا جاي البرين يا في اللنج يا في الليفر. يعمل ايه؟ اللاب مفيش قدامه غير ان هو الدكتور في العياده بيبتدي الدايجنوزس بيدخل بالابره كده ويسحب جزء من السائل اللي هنا او اللي هنا ويبعته المعمل. المعمل هيشوف فيه الانتاميبا تروفوزويت. خدوا بالكم اللي بيخرج بيسيب الانتست التروفوزويت ستيج يمشي مع الباست ويوصل للكورتكس. فدي وسيله الدكتور في العياده بيبتدي ان هو ياخد سامبل ياسبيريك سامبل من الابسس ويبعته المعمل يقول احنا فعلا شايفين الانتاميبا تروفوزويت. اهو. او ياخد عين البلاد عادي ويدور فيها على الانتيجين او الانتي بودي حسب الكيت اللي موجوده الدكتور في المعمل بتاعه. طبعا الديكوسايتس هيبقى عددها زايده. ممكن بقى دكتور السونار مثلا ادي صوره اهي بالسونار لقى الناس دي اميبيك ليفر اكسس. وبرده الدكاتره بتوع الاشعه او السونار بيبقوا عارفين ده شكل تيومر، ده بيناين، ده فيه انفلتريشن، ده مالجنت، لا ده اكسس، لا ده ايه؟ هايلايتد سيستم. فاكرين؟ الناس نفس المنظر، ناس كده والدكتور بتاع الاشعه بيعرف يدفرنشيت. وممكن يلاحظ ان الدايفرام اليفيتد لما تكون الليجن في اللنج. ادي برضه دكاتره الاشعه لما بيشوفوا ابسس في اللنج. خلصنا كده بقى، عايزين نعالج العيان. عرفنا كل الميثودز الافيلابل والدكتور في العياده هو اللي هيوجه العيان بتاعه، روح اعمل انذار، روح اعمل اكس راي، روح المعمل اعمل التست الفلاني. طيب هنعالج العيان ازاي بتاع الانتاميبا هيستوليتيكا؟ لازم نعرف ان في ادويه نحفظ اول واحد ميتروميدازول بس احنا هيكرر كتير. الدواء ده بيعمل ايه؟ مهم قوي بقى الحته دي. بصوا يا جماعه الفالي اكسنت بيموت الاميبا اللي موجوده في المول بتاع الانتستن بتاع الالسرز، ومشي مع البلاد ممكن تكون وصلت للليفر. يبقى ده دواء متاح، احنا لسه هناخده على حسب العيان اللي قدامنا. تمام؟ وفي دواء تاني اسمه دايلوكسامايت سيلويت، ده ما يقدرش يهاجم الميكوزا بتاع الانتستن، ده بيموت البارازايت الموجود في اليوم. يبقى دي الادويه المتاحه. هنمشي ازاي؟ لو العيان اكتشفنا بالصدفه ان الستول بتاعه فيه سيست انما ما بيشتكيش من حاجه، يبقى الوول بتاعه ما فيش فيه بارازايت، يبقى نقيله الميتروميدازول ولا الدايوكسامايد؟ دايوكسامايد. تمام؟ كفايه. طيب لو هو جاي بقى بيشتكي عنده سيمتومز، يبقى معناه ان البارازايت ابتدى يهاجم الجلوكوزا بتاع التستن، يبقى لازم اديله بوص يا جماعه الاثنين. ده هيموت اللي نجح ودخل وهاجم الهرمون بتاع الانتستين، وده هيموت اي بارازيتك ستيجز موجوده في اليوم. تمام؟ يبقى ده النظام اللي هنمشي عليه لما نعالج عيان عنده انتاميبا هيستوليتيك. طب لو العيان جاي بقى عنده ابسس فور ذا فيرست تايم، مثلا ناخد اكزامبل الليفر، ده علاجه ايه؟ زي ما نعمل اسبيريشن، نسحب الفلويد اللي جوه الابسس يا سيرجيكال. بيعمل ايه؟ الدكتور بيبقى تحت طبعا اندر ذا سونار، بيدخل بالابره شايف الابس ده بالسونار، ويروح ساحب كل الكونتاكتس. الكونتاكتس لما بتخرج بيبقى لونها كده، بيبقى لونها تشوكلت كلر، او ساعات الاجانب بيقولوا تشبه صوص الانشوكا. ولو خدنا السامبل دي وفحصناها تحت الميكروسكوب هنشوف التروفوزويت. الطريقه الثانيه سيرجيكال، هيفتح فتحه صغيره في السكين ويدخل خرطوم اسمه درين يوصله للابسس ويبتدي تنزل الكونتنس كده، برضه بيبقى لونها شوكليت كالرد. تمام؟ او انكوبي سوس. انكوبي سوس
نستنتجها من فهمنا للدرس. اتفضل بقى. True or false؟ مين هيجاوب؟ اقروا معايا كده. Cis passers are the main source of intravenous critical infection. أنا true ولا false؟ اللي بيقول فورس ده عايز يكسر راسه. طيب trophozoites are intermediate histolytica produce ulcers with indurated margin in intestinal mucosa. صح ولا غلط؟ الالسر شكله ايه؟ لان الالسر هي تعمل indurated margin ما يجيش فلاسك شيء. لازم تقل الكلمه دي علشان ما تاخد البروتوزوا بعد كده عليك indurated margin. يعني ايه؟ يعني الحرف بتاع الالسر صمت كده من كلمه. ده مش الوصف بتاع الانتميبه هيستوماتيكا ألسر. تاني بوينت يا جماعه examination and treatment of food handlers خلاص is very important to control intermediate histolytic infection. Infection with intermediate histolytic is totally localized to the gastrointestinal tract. يحصل extra intestinal بتزيد الانتستين تروح بقى. طيب دي مجموعه ثانيه من الاسئله MCQs. Intermediate histolytic trophozoites inhabit. هتجيبوا choices. اوكي؟ انا كده بديكم مسج دي الامبورتنت، الحاجات الامبورتنت اللي تحفظوها. مش عايزين نحفظ سطور كده من الكتاب. شغل علينا ونفتكر مهمتنا كدكاتره واحنا بنذاكر اي parasitic infection. Infection with intermediate histolytic occurs through eating green salad contaminated with. اديك choices. وين تقول؟ الباثوجينيسيتي اوف انتاميبا هيستوليتيكا بتعتمد على ايه؟ العيان ده انتاميبا تمام. يبقى احنا كده خرجنا ذاكرنا الانتاميبا نص المذاكره. نقراها في البيت مره ثانيه قبل ما ننسى اللي احنا قلناه في المحاضره في الثاني فصل. محدش بقى ايه عقد الدنيا في الكوره ومحدش يمكن الاخر. كله هيخش في بعض. Patients with chronic intestinal amoebiasis suffer from. هديكوا choices. هتقولوا رأي تاني؟ أولا قلنا في الكرونيك هيبقى تنافس بينه وبين جهاز المناعة مرة دايما ومرة دايما. The following laboratory findings in stool suggest amoebic not bacillary lizard. شوف فاكرين بقى البرسون اللي احنا قلناها؟ كده؟ تمام؟ Intestinal amoebiasis is a protozoal disease characterized by intestinal amoebiasis. يا يعني عشان تعرفوا او خايف الدكاتره تحطوا الاسئله نبقى شغالين. ها؟ مايكروسكوبيك اكزامينيشن اوف ان اسبيريت فروم اميبيك ليفر ابسس. هتورينا ايه لو سحبنا الجزء السائل اللي احنا قلنا شوكليت كلر او انكوبي سوس. خلاص؟ كيس جات الامتحان قبل كده. A patient visiting his physician complaining of recurrent attacks of dysentery alternating with constipation. فالحياة دخلتني مرحلة أخرى. The doctor ordered a stool examination which revealed the structure shown in the figure below. شايفة الكبسة اللي بتبذر على السايز. سيست 15 مايكرو، تروفوزويت أقوى شوية، في الأفريج 25 مايكرو. خلاص؟
أول سؤال علي بالمر، what is your diagnosis of this case؟ طالما قال لك الهيستوري بتاع العيان وبعدين كتب لك نتيجة المعمل يبقى ده لازم تقول تشخيص. لو قال لك الهيستوري أو في العيادة بس هيقول لك إيه السجستيف دايجنوزيس، إيه البروفيشنال دايجنوزيس. إنما هنا عشان جاب لك نتيجة المعمل لازم توصل للتشخيص. العيان ده عنده إيه؟ أميبا هيستوليتيكا انفكشن. لو قلتوا الستايلر اميبايز صح. How was the patient infected named the infected stage؟ شايفين هذه الحاجات اللي المفروض نذاكرها؟ طبعا في والانفكتد ستيج الكوادري نوكليوسيس لو سيست ما وصلتش الاربع نوكلاي ما فيهاش مواد هتوصل للستمك هيكسرها الجاستريكشن. الكوادري نوكليوسيس هي اللي تقدر تكمل انفكشن. خلاص احنا كده عملنا 3 مارس من 10. نكمل بقى. What is the habitat of the positive parasite؟ Yeah.